تعني أي مهارة جسدية، سواء كانت رقصة باليه، العزف على آلة موسيقية أو رمي كرة البيسبول، فالممارسة مطلوبة. الممارسة هي تكرار الأفعال والأعمال بهدف التحسين منها، وتساعدنا على أداء هذه الأفعال بشكل سهل وأكثر ثقة. إذن ماذا تفعل الممارسة في أدمغتنا لتجعلنا جيدين في فعل شيء ما؟ أدمغتنا تحتوي على نوعين من الأنسجة العصبية، مادة رمادية وبيضاء. المادة الرمادية تقوم بمعالجة المعلومات في الدماغ من خلال توجيه الإشارات والمنبهات الحسية إلى الخلايا العصبية. أما البيضاء فتتكون في الغالب من أنسجة دهنية وألياف عصبية. لتتحرك أجسادنا يجب على المعلومات أن تنتقل من المادة الرمادية في الدماغ إلى أسفل النخاع الشوكي من خلال سلسلة من الألياف العصبية تدعى المحاور لتصل إلى عضلاتنا. إذن كيف يمكن للممارسة والتكرار أن تؤثر على الأعمال الداخلية لأدمغتنا؟ المحاور الموجودة في المادة البيضاء ملفوفة بمادة دهنية تدعى بالميالين، وهذا الغطاء أي الميالين أو الغمد يمكن أن يتغير بفعل الممارسة. الميالين يشبه العازلة الموجودة في الكابلات الكهربائية، حيث يمنع فقدان الطاقة من الإشارات الكهربائية التي يستخدمها الدماغ لتتحرك بشكل أكثر كفاءة على طول الممرات العصبية. تشير بعض الدراسات التي أجريت مؤخراً على الفئران أن تكرار الحركة الجسدية يزيد من طبقات غمد الميالين الذي يعزل المحاور. إن وجود طبقات كثيرة يعني عزلاً كبيراً لجميع أنحاء سلاسل المحور، بالتالي تشكيل ما يشبه الطريق السريع لتتحرك فيه المعلومات التي تربط الدماغ بالعضلات. لذا بينما الكثير من الرياضيين والفنانين تعود نجاحاتهم إلى ذاكرة عضلاتهم، فإن العضلات ليست لها ذاكرة في حد ذاتها. في الواقع إن إنتاج ميالين الممرات العصبية هو الذي يعطي هؤلاء الرياضيين والفنانين الأداء المميز من خلال ممرات عصبية أكثر سرعة وكفاءة. هناك العديد من النظريات التي تحاول تحديد عدد ساعات، أيام، حتى سنوات الممارسة التي نحتاجها لإتقان أي مهارة. في الواقع ليس لدينا رقم سحري، نحن نعرف أن إتقان مهارة لا يتعلق بعدد ساعات الممارسة، لكن أيضاً يتعلق بنوعية وفعالية هذه الممارسة. إن الممارسة الفعالة متناسقة مركزة وتستهدف المحتوى أو نقاط الضعف الموجودة عند حدود إمكانات الشخص الحالية. لذلك فإن كانت الممارسة الفعالة هي المفتاح، كيف نستغل وقت التدريب؟ هذه بعض النصائح. التركيز على المهمة، التقليل من أي تشويش محتمل من جهاز الكمبيوتر أو التلفزيون، وتفعيل وضع الطيران في الهاتف. في إحدى الدراسات قام الباحثون بملاحظة 260 من الطلاب وهم يدرسون في المتوسط. لاحظوا أن هؤلاء الطلاب قادرين على التركيز على مهمة واحدة لست دقائق فقط. أجهزة الكمبيوتر المحمولة، الهواتف الذكية وبالخصوص الفيسبوك كانت هي مصادر التشتيت. ابدأ ببطء أو بحركة متباطئة. التناسق يبنى على التكرار، سواء كان صحيحاً أو خاطئاً. إذا قمت بزيادة تدريجياً في سرعة التكرارات الجيدة، تكون لديك فرصة جيدة للقيام بها بشكل صحيح. أيضاً، كثرة التكرار مع أخذ بعض فترات الراحة يعتبر أمراً شائعاً عند النخبة الفنية. تشير الدراسات إلى أن عدداً من الرياضيين الموسيقيين والراقصين يقضون 50 أو 60 ساعة في الأسبوع يتدربون على نشاطات مرتبطة بعملهم. الكثير منهم يقومون بتقسيم وقت التدريب الفعال على عدة جلسات من التدريب لفترات محدودة. أخيراً، تخيل تدريبك بكل التفاصيل. من المدهش بعض الشيء أن عدداً من الدراسات تشير أنه بمجرد القيام بحركة بدنية يمكن تحسينها فقط عن طريق تخيلها. في دراسة ما تم تقسيم 144 لاعب كرة سلة إلى مجموعتين. المجموعة A تتدرب على رمي الكرة، بينما ب تتدرب عقلياً. بعد أسبوعين فقط وخلال عملية التقييم، أظهر اللاعبون ذوو المستوى المتوسط والمحترف في كلتا المجموعتين نفس القدر من التحسن تقريباً. بينما يظهر لنا العلم تدريجياً أسرار الدماغ، فإن فهمنا للتدريب الفعال سيتطور للأفضل. في الوقت الحالي يبقى التدريب الفعال أفضل وسيلة لنا لتجاوز حدودنا الشخصية، تحقيق آفاق جديدة وتحسين قدراتنا. استمر في التعلم باستخدام مقاطع الفيديو هذه، ولا تنسى الاشتراك، لا تفوت فرصة تعلم شيء جديد.